نتكلم على تصريحات مستر فايلر. خلينا نروح سريعا لمداخله مهمه جدا مع الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت، الناقد الرياضي الكبير واللي كان حاضر مؤتمر الصحفي الخاص بمستر فايلر، واللي كمان شاهد بعض لقطات التدريب او شاهد في هذه اللحظات تدريبات النادي الاهلي. يا استاذ عصام مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا وسهلا. متواجد حضرتك طبعا في النادي، مقر النادي الاهلي بالجزيره. تصادف يعني وجودي مع بدري يوم المران، فقلت اكمل يوم صحافي يعني مع الشباب زمايلنا اليوم السابع وسوبر كوره، فقلت لا لازم برضه انشر ذاكره الشباب وابقى معاهم في التغطيه النهارده. طبعا تقضي وقت ممتع باذن الله كالعاده داخل القلعه الحمراء، لكن عايز اسال حضرتك طبعا على تصريحات الراجل وانطباعك عن تصريحات مستر فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي، وانطباعاتك عن المران الاول اللي حضرتك بتشاهده في هذه اللحظات. يعني هو المران الانطباع الاول انه ما كانش فيه فكره الكوينز اللي عارفينها دائما، هي فيها جزء يبدو انه يريد ان يعرف سريعا فكر لاعبي الفني، ومن ثم تقسيمه، وانا عرفت ان انتم تقريبا بتبيعوا المران يعني او ناقلين المران. فاكيد انه قدامكم يعني واضح الصوره ان في ما يسمى تقسيمه يعني او سمول جيم او ماتش صغير كده يعني، ومدرب الحراس بيشترك ببعض الحراس خارج المرمى وشغال معاهم، وبالتالي اذا سيبنا ده للانتاج الاول للرجل بمعنى ان هو بادئ في علاقه اللاعب بمركزه واضحه جدا يعني، وانا شايفه بيجري في وسط الفرقه يعني وكانه واحد من اللعيبه، وبالتالي يبدو انه لديه بعض المعلومات دي ولا. لكن لو رحنا على المؤتمر وعلى ما يدور يعني من كلام واراء حول تعاقد الاهلي مع السويسري فايلر او رينيه فايلر، لا تقدر تقول انه في كلام كتير لابد الناس تنتظر قبل ما تقوله. كويس. الاهم منه انه ما فيش ابدا حكم بالمقاييس بقى الدوليه، واحنا بنتكلم ان مصر لازم تبقى شبه العالم وزي العالم كمان مش شبهه بس، وبالتالي انت عندك يفصلك عن رؤيه كامله قرابه الشهرين لثلاثه، قرابه كتله مباريات يقال انها بتبقى ست مباريات، ودي مقاييس انا بتكلم مش عن فتاوى ولا تحليل ولا ناقدا ولا محللا ولا اي حاجه. لكن يبان في الصوره الاولى مش بقى فكره الانطباع الاول يدوب وبس، لكن بيبان في الايام ربما السبعه العشره الاولى بيبان الراجل بقد ايه ممكن يصل للفريق، مش ال 11 اللي هيلعبوا ولا حتى البدلاء، لا يصل للفريق، يبقى مقنع، يبقى بيضيف للمجموعه، يبقى كلامه معاهم محل اهتمامهم، وده هيبان في تنفيذهم بكل تعليماته الفنيه. كويس. بالاضافه للجزء المختلف عليه، لما تتكلم عن مدير فني قال النهارده في المؤتمر الصحفي انه في يوم مباراه الاهلي، واعتقد الفاصل بيننا وبينها 10 12 يوم، هيكون عيد ميلاده ال 47 بالظبط، وبالتالي لما يبقى عنده دوري بلجيكي في بعبته، وعنده كمان سوبر نفس الدوله وهي بلجيكا، وعنده كمان تشامبيونز ليج الانديه لدور الثمانيه، ويخرج في الوقت الاضافي او الاكسترا تايم امام مانشستر يونايتد، لا ده كلام يعني يمنع عليه، خاصة أنت لما بتتكلم عن 47 سنة هيبدأوا أبو 48 و49 و90، ده اللي ينقلك ببساطة المتفرج الطيب والجمهور العظيم بفكرة طب ما عايز الوقت عشان يبدأ يحصد بطولات. طبعًا. اللي أنت بتتكلم أنه عنده بطولات كثيرة يعني، أعتقد أن هي برضه بمرحلته العمرية يعني هتلاقيه 62 63 وهكذا، صح ولا لا؟ طبعًا. فبالتالي الفاصل الزمني ده يعوض، ثانيا دي خليها اولا لانها الاهم، وحط تحتها مليون خط. عندما اتى مستر ديكوتي للنادي الاهلي تحديدا، لم يكن احد يعرف عنه غير المساعد الهجوم اللي خلقت له طريقه لعب لوجود بوشكاش وقتها في المجر، وبوشكاش هو من هو يعني، ومن ثم قدم احتراف في زمن الهوايه بعوده المران خمس ايام بعد ما كان ثلاث ايام وحاجه اسمها تراي ماتش وغدا ويروحوا الماتش بالاوتوبيس، وبقت اللعيبه تعسكر وتيجي الصبح وتتمرن مرتين. مستر فايسا على التوالي هو الاخر اتى الى المحروسه العظيمه من خلال النادي الاهلي ووساده هناك
اهلاوي محب السيد عبد المنعم عطيه رحمه الله، واحد من مشاهير طبعا الاهلاويه، كان عايش هناك، ومن ثم ارسل تداعيات عن مدير فني يدرب المقاطعات في الدوريات ليزيد مساحه انتشار اللاعبين اللي هيروحوا على الاحتراف، شوف بقى الخيال ماشي ازاي، ويدرب ايضا المدربين اللي بيمسكوا الفرق اللي هي ما قبل الدوري اللي هو دوري بيسموه هنا به هناك الدرجه الثانيه يعني في المانيا. هو اختيار الاداره عليه وقتها، وبالتالي بدا بايتا يغير وجه الكره مش في الاهلي وبس، وفي بطريقه جديده 3-5-2 باختراقات ونجوم كثر ما كناش لسه احنا واعيين للمصلحه دي. اتى ايضا للنادي الاهلي يعني جون ريفي مدرب، او عشان ما حدش يقول مدرب، مدير فني منتخب في انجلترا، اتى للنادي الاهلي لكنه لم يستمر طويلا، وهو واحد من الذين يعني فازوا بلقب سير في انجلترا العظمى يعني. وبالتالي حين تتحدث عن مدرب امامك ما يمكن ان يكون معدلات طبيعيه، هل انجزها بالفعل؟ ودي برضه ليها يعني مزاياها وعيوبها، فقد ياتي هذا القدير الكبير ولما يلاقي فيه ثمه اخطاء ممكن يبدا يتكلم انه اللعيبه انا اعمل لها ايه؟ ما هو الراجل بقى محترف والعيب مش فيه، هو متاكد من ده، عنده بقى 5 دوري و8 كذا، لكن كمان لما تتكلم في مناظره عن واحد معاه كذا دوري زي ما بيحصل، شوفهم فين؟ هل هو مثلا في الصومال كرويا يعني كلهم بالظبط بالظبط في القاره او خارجها، هل هو في الصومال؟ هو في بلد تماثل مصر؟ هل هو دوري يماثل مصر؟ هل هو دوري يماثل الدوري البلجيكي؟ هل هو دوري الماني؟ يعني ركز هو فين البطولات اللي واخدها؟ ركز الانديه اللي لعب لها، ركز سنه كام؟ ركز هو لديه ما يقدمه لنفسه قبل للفريق اللي هيدربه من صناعه تاريخ، خاصه ان شغلته مدرب مش يعني نص يوم التدريب بالنسبه له وعنده مطعم مثلا. وبالتالي هو جاء ليجتهد، ده اللي ممكن تبني عليه وانت بتتفحص. برضه انا مش بقول كل ده عشان اقول للناس مبروك عليك انا يعجباني يا اهلاوي جاءتك يعني او وجدت ضلتك، لكن دي المقاييس حتى لا يرتبك الشارع الاحمر طبعا، والعهده يعني على الجمهور قبل اي حد انه دائما دائما ما كان المبدا في النادي الاهلي ان تكون واثق من اعطيته يعني صوتك، صوتك الانتخابي، صوتك وزئيرك كمشجع. والانتخابات الحاليه شهدت شراكه انا قلتها مع حضرتك قبل كده بين اعضاء الجمعيه العموميه والجماهير لما جم وقفوا لهم حوالين النادي وقالوا له اصحاب حقوق وارتضى ده وده الجمهور والجمعيه باختيار مشترك. كانت العاده واعتقد انها تظل في النادي الاهلي انه الاول ويت اند سي، حتى بعرف كره القدم ده احدث تجديد في القانون، ان تنتظر وترى تشاهد او تحكم يعني. طيب بالتالي اعتقد ان ده مش هيحتاج من الناس اكتر من صبر الاول مباراه، لان هيبان اول اماره للراجل ومن ثم تقدر تقيس على ذلك. طيب استاذ عصام، عايز اسال حضرتك على التصريح الابرز لمستر فايلر النهارده اللي انت شفته خلال المؤتمر الصحفي، اللي لفت نظرك اكتر، تصريح لفت نظرك النهارده ايه؟ هو يعني حاجتين قالوا، الحاجه الاولى انه عارف هو جاي فين كويس، وده تصريحه اللي قاله كلام وترجمه من صديقنا عمرو محب طبعا، لكن كمان كان فيه صوره اهتميت بيها جدا الا وهي صوره مدرب الحراس او احد افراد جهازه وهو يلتقط صوره للرجل على الستيج يعني صح. او البوديوم باللغه التقنيه قوي، وهو موجود مع كابتن دكتور الشيخ طه اسماعيل، لان دي هنحتاجها التعريفات دي، ان هذا الرجل لا ينطق الا صدقا، وهو ايضا على راس ان لم يكن على كل رؤوس المحللون والفنيون في الشرق الاوسط، مش في مصر بس ولا في افريقيا بس. وبالتالي اللقطه دي شفت الرجل بعدها يرسل عبر الواتساب، واعتقد انه بيرسل للخارج بالظبط، ومن ثم دي معناها انهم عارفين جم فين، ادي واحده. اما الثانيه فحين سئل من هو يعني مثلك الاعلى زي ما بيقولوا بالظبط، ده تصريح مهم قوي، مهم قوي، مهم قوي للبني ادم، البني ادم العادي في اي مجال، ان البني ادم اللي عاوز هو يبقى حاجه صح. صح. ما ينفعش يبقى عنده مثل اعلى فقط، لازم يبقى كمحترف بقى. انا سيبك من حكايه المبادئ، فهذه ما بتمتلك فيها المثل العليا من اول الاب والام في البيت يعني، والمدرس في المدرسه والمدرب وهكذا، لكن اتحدث عن شخص
يعمل عمل هو نفسه هيبقى من نجومه، المؤكد انه ياخذ افضل ما يشاهد في كل مكان يمر فيه. بدءا من مدرب بيدرب في شارع، مرورا بجوارديولا شخصيا اللي انا بعتبره الوحيد الان اللي يتقال عليه شيخ طريقه، وايضا من اي منافس يقابله حتى لو كان من كلاس او شريحه اقل منه بكثير. دول الحاجتين اللي لفتوا نظري بوضوح واللي بيبينوا ان الراجل اظن انه عايز ينجح. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ عصام الناقد الرياضي الكبير مدير التحرير التنفيذي باليوم السابع أستاذ عصام شلتوت.